طفت الكهرباء ماما. اليوم طفت علينا الكهرباء بالفصل وتولعت، قعدت 4 ساعات وتولعت. حتى فصلكم ما انطفى؟ ها؟ كم ساعة وتولعت اللمبة؟ 4 ساعات؟ ساعة، ساعة وانها تولعت. شوف اخذت سكان وراء وقع من لا شيء. اخي ما بعرف، لازم تخلص سانسكار لانه هو هاي ليك وش سانسكار. روح سأل سانسكار. ابني قبل ما ندمج الشركتين مع بعضهم انا لازم لي الدفتر التجاري ولازم يكون معنا الدفاتر تبع الشركتين سوا. شبك شو انت رح تقول؟ ما شايف بابا عم يحكي معك؟ ليك بابا في هون شيء ابني؟ قل لي وقعتك لكش على الدفتر ولا لا؟ الحقيقة بابا اللي صار معي اسف بابا. انشغلت شوي وما قدرت اوقع. هلا بوقع. مرحبا يا لاكشي، مبسوطة اني شفتك. شو ما كنت لي زمان عم انتظركم لتجوا. قلت لها ليش انت ايمتى جيتي؟ ما حدا خبرني وليش هيك نحفاني؟ ما عم تعرفي منيح ما؟ عامله رجيم. اختي سواريا واختي لجيني، شو انتم وين كنتوا؟ وهلا انا بدي استاذن. هي وعلى فكره بنتك هلا لازم تتعلم. اكيد لا اكيد لا. انا قصدي اقول اكيد كنا بنخسر الدم حقي. امي من هنا لأنه هي الطقوس بتعطي تفاصيل عرسان مشان يجددوا حياته من أول وجديد. بعتذر يا جماعة بس بتعرفوا هي الطقوس كتير مهمة. قلت لكم كيف حكيت ردة. أنا وراجيني رح نعمل الطقوس. أعمل لما بتجي الكنة لازم نكمل هالطقوس. وبعد ما يعملوها لهي الطقوس وقت الرجال لازم انه يتشكر مرته على جهودها، وبهذا الشكر هو بيكون عم يكافيها. وهلا صار لازم استاذن، انا لازم اروح بالاذن. ما كنت بعرف انه هي الطقوس لازم تنعمل اليوم لو ما نبه الكاهن عليها. سلفتي يلا عنا شغل، استعجلوا المطبخ كمان بده شغل كثير. تعالي بارتي وانتي اوترا، يلا خدي شنطايتك طلعي على غرفتك، يلا استعجلي. سانسكار انا اتصلت فيك بالتليفون.
شكرا كتير لك، انا اليوم كتير كتير مبسوط، وكل يوم بسببك انت.